السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ معاك احمد كامل من وورلد اوتو مع حضراتكم في فيديو جديد، وبنتكلم فيه على العربيات المستعمله الاقل من 120 الف جنيه في السوق المصري، تكمله لسلسله الفيديوهات اللي بداناها مع حضراتكم اللي بتروح من سعرها من 30 الف جنيه لحد 500 الف جنيه. العربيات المستعمله عملنا من 30 ل 50، ومن 50 ل 80، ومن 80 ل 100، وبنكمل لحضراتكم دلوقتي لحد 120 الف جنيه. فلو فاتك اي فيديو من الفيديوهات اللي انا قلت لحضراتكم عليها، تلاقي الفيديوهات كلها موجوده تحت. ولو في فيديو لسه ما نزلش، اعمل الاشتراك الجميل بتاعنا علشان ما يفوتكش اي حاجه من الفيديوهات الجامده جدا جدا اللي بنتعب فيها جدا جدا عشان نجمع لحضراتكم العربيات المستعمله اللي موجوده في السوق، اللي بتروح من كل فئه من الفئات اللي انا قلت لحضراتكم عليها. فانزل اعمل الاشتراك الجميل بتاعنا، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وورلد اوتو. بيج فيسبوك هنحط اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن، بيبقى عليها ابديت باسعار العربيات، وبنتابع اخبار العربيات اول باول. تابعونا. رجعنا لحضراتكم من تاني. زي ما قلت لك، الاسعار العربيات المستعمله الاقل من 120 الف جنيه، من 100 لحد 120 الف جنيه، مش اقل ومش اكتر. عملنا من 30 ل 50، من 50 ل 80، ومن 80 ل 100، واحنا النهارده من 100 لحد 120 الف جنيه. اول عربيه موجوده معانا النهارده هي العربيه الرينو الكليو موديل 2002، اللي بيتراوح سعرها في السوق المصري من 100 لحد 120 الف جنيه. هتقول لي ازاي ال 20 الف اللي في النص دوت؟ هقول لك، احنا بنتكلم على متوسط اسعار. الفرق بيبقى في حاله العربيه، الفرق بيبقى في حاله الصالون، الكاوتش، العربيه فيها حاجه في الدواخل ولا ما فيهاش. طبعا حضراتكم كلكم عارفين الكلام ده كله بيفرق في نزول وصعود سعر العربية، فطبعا بيفرق كله في الحالة. العربية اللي موجودة معانا بعد كده هي الشانجي الايديا دي 2009، اللي بيتراوح سعرها او متوسط سعرها في السوق المصري 105 الف جنيه. العربية اللي موجودة معانا بعد كده هي البيجو 205، اللي بيتراوح سعرها او متوسط سعرها في السوق المصري برضو نفس السعر 105 الف جنيه. العربية اللي موجودة معانا بعد كده هي اللادا النيفا موديل التسعينيات بسعر 105 الف جنيه. طبعا زي ما انتم متابعين او شايفين في الفيديو، كل العربيات اللي احنا بنقولها مع حضراتكم صورها موجودة تحت في الفيديو عشان تبقى انت عارف احنا بنتكلم عن ايه، على شكل كل عربية من العربيات اللي احنا بنقولها. وعايز اقول لحضراتكم على معلومة انا بقولها في كل الفيديوهات اللي احنا بنتكلم فيها في السلسلة بتاعت العربيات المستعملة. العربيات الشيء الوحيد اللي انت وانت بتشتريه ما تاخدش بالشكل، والحاجة الوحيدة اللي ما تاخدهاش بالشكل هي العربيات وانت بتشتريها، لان الحاجات دي سهل ان انت تعملها. الاكسسوارات سهل ان انت تجيبها، وسهل ان انت تركبها، وسهل الكلام ده كله كلام فاضي بتلاتة تعريفة كده زي ما بيقولوا. لكن الاساسيات، العربية لو معيوبة في اساسياتها، في القايم، في الحوض، في الشنطة، في الكلام ده كله، في الموتور، في الاساسيات، استحال انت خلاص انت كده العربيه بالبلدي كده انت لبستها. فالاساسيات اهم حاجه، الديكورات والشكل والسمكره والكلام ده كله، كل ده كلام فاضي تقدر ان انت تلمه، بس الاساسيات صعب ان انت تلمها وهتنزل لك من سعر العربيه جامد. فاهتم بالاساسيات، ما تهتمش بالشكل. العربيه اللي موجوده معانا بعد كده هي اللادا الكالينا موديل 2006، اللي بيتراوح سعرها متوسط سعرها في السوق المصري 110 الف جنيه. اللي بعد كده العربية الهافي لوبو موديل 2006، اللي بيتراوح سعرها 110 الف جنيه. العربية اللي موجودة معانا بعد كده هي السيت الابيزا، اللي تقدر ان انت تلعب فيها من هنا للصبح، عربية شبابية في المقام الاول، تقدر ان انت تعدل برضو عليها في حاجات كتير، اللي بيتراوح سعرها ومتوسط سعرها 120 الف جنيه. عربية بصراحة ممتازة وكويسة الفيت الابيزا. العربية اللي بعد كده هي الهونداي الاكسل موديل التسعينيات، اللي بيتراوح سعرها من 110 ل 115 الف جنيه. بنتكلم في متوسط سعر العربيه الهونداي الاكسل. اللي بعد كده الفيات التمبرا موديل التسعينيات، اللي بيتراوح سعرها لحد 110 الف جنيه. العربيه اللي بعد كده هي الشيري الكيو كيو، والله هو اسمها كده، موديل 2009، ده احنا عندنا جامد في الموديل كده، سعرها في السوق بيتراوح ل 110 الف جنيه. انا عن نفسي انا اول مره اسمع الاسم ده بصراحه. العربيه اللي موجوده معانا بعد كده هي البيجو
وال405 موديل التسعينيات اللي بيتراوح سعرها لحد 110,000 جنيه. العربية اللي موجودة معانا بعد كده هي الدايو الرايسر موديل التسعينيات اللي متوسط سعرها في السوق 110,000 جنيه. العربية اللي بعد كده الفولكس الفاجن الجولف موديل التمانينيات بسعر 115,000 جنيه. العربية اللي بعد كده الفيات السينا موديل 2002 متوسط سعرها في السوق المصري بيتراوح ب120,000 جنيه، اللي جاي كله ب120,000 جنيه متوسط سعر، لقيت اقل من كده انت ورزقك. اللي بعد كده عايز اقول لك بقى العربية اللي بعد كده هي الشاهين. الشاهين سعرها بيتراوح في السوق موديلات التسعينيات، انت ممكن تلاقي موديل تسعينيات يقول لك 65 70,000 جنيه، ممكن واحد برضو موديل تسعينيات يقول لك فوق ال 120,000 جنيه. العربية ديت فيها كلام كتير، والعربية ديت عايز اقول لك خلال الفترة اللي فاتت برضو سعرها بدأ يزيد وبيزيد جدا جدا، لان العربية باع عليها اقبال كبير، عربية بتاعت شغل، عربية حمالة اسية تقدر ان انت تحمل عليها بضاعة، عربية بصراحة ممتازة. فاحنا بنتكلم دلوقتي بقينا بنسمع موديل التسعينيات في الشاهين لحد 120,000 جنيه يا عزيزي المواطن. العربية اللي موجودة معانا بعد كده هي المرسيدس الاي 200 موديل السبعينيات، موديل السبعينيات بسعر 120,000 جنيه. العربية اللي موجودة معانا بعد كده هي الدايو اللانوس موديل 2000 بسعر يتراوح متوسط سعر 120,000 جنيه. والعربية الأخيرة الهونداي الأكسنت موديل التسعينيات اللي متوسط سعرها بيتراوح لحد 120,000 جنيه. الفئة ديت ايه ابرز العربيات اللي موجودة فيها، وايه العربيات اللي منتشرة اللي عليها اقبال اللي الناس بتتكلم عنها اللي منتشرة؟ زي ما قلت لحضراتكم هما 3 عربيات، هما الشاهين زي ما قلت لك اللي سعرها ضارب باليومين اللي فات او خلال الفترة اللي فاتت لان عليها اقبال كبير جدا، والبيجو ال405، وطبعا الهونداي الاكسل. هما دول اكتر 3 عربيات من كل العربيات، احنا اتكلمنا في حوالي 20 او اكتر من 20 عربية في خلال الفيديو دوت. دول اكتر 3 عربيات عليهم اقبال في الفئة اللي بتتراوح من 100 لحد 120,000 جنيه، زي ما قلنا كده لحضراتكم الشاهين، البيجو ال405، والهونداي الاكسل. تمام، ده كده كان الفيديو بتاعنا، وزي ما قلت لحضراتكم ديت احنا سلسلة من الفيديوهات اللي بدأناها مع حضراتكم، الاسعار اللي بتتراوح سعرها او العربيات اللي بيتراوح سعرها من 30,000 جنيه لحد 500,000 جنيه، لان بعد كده تقدر ان انت تجيب بقى زيرو عندك العربيه البي واي دي المانوال اللي دلوقتي سعرها كسر 600,000 جنيه بعد الاوفر برايس، بيتكلموا دلوقتي على ارض الواقع لحد 620,000 جنيه البي واي دي المانوال عزيزي المواطن. فاحنا بنحاول كده ندور على كل الفئات، نراضي كل الناس، نراضي كل الفئات، كل واحد بقى على حسب الميزانية بتاعته يتفرج على الفيديو بتاعه. لو فاتك فيديوهات شوفها موجودة تحت، ولو لسه في فيديو لسه منزلش او فئة سعرية لسه منزلش، اعمل بقى الاشتراك بالجميل بتاعنا وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وورد اوتو بيدج فيسبوك. هنحط اللينك بتاعتي في الديسكريبشن، بيبقى عليها ابديت اسعار العربيات وبنتابع اخبار العربيات اول باول. شكرا.